اليهود بيخدعونا لكن احنا ممنوع نخدع. فيجي واحد يقول لك طب ما انا لازم ألاعبهم، اقول له لا، هم يعملون بالخديعة ونحن منصورون بالأمانة، هو كده شرع الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. حاجة آية غريبة جدا، مقابل الخديعة هناك هذه الاستقامة. طب دول الناس دول بيسخروا منا وبيتريقوا علينا وبيشتمونا ويسيئون إلينا، منهجنا نحن